لمزيد من التدقيق والتعميق في هذا الموضوع ينضم إلينا من سول السيد تاي راي كيم، باحث في الدراسات الكورية الشمالية. أهلا بك معنا سيد كيم. I'm good. Thank you for having me. أنا سعيد لكوني معكم اليوم. لا مصلحة ولا وحدة بسبب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تم تجربة لنظام يدعى هيل 523 والذي يعتني بتسونامي باللغة الكورية. لماذا برأيك سيد كيم ارتفعت تهديدات الحرب مرة أخرى في شبه الجزيرة الكورية في 72 ساعة المنقضية؟ إن على مدار 72 عاما ربما يمكن أن نرى هذا التصعيد من كبر كوريا الشمالية. في 15 من يناير هذا العام أعلنوا أنه إذا كان هناك حرب نحن يمكننا أن نقوم بالهجوم على هذه المنطقة. بالنظر إلى إمكانيات التوحيد فإن كوريا الجنوبية واليابان قاموا بعمل 3 أيام من التدريبات المشتركة في المياه الدولية. بعد يومين في يناير، في 19 من يناير سمعنا هذا الخطاب من وزير الدفاع أن دولته قد قامت بتجربة نظام أسلحة تحت الماء والذي يسمى هيل 25/3، والذي سوف يهدد من أمن دول أخرى. نعم السيد كيم، يعني ما أطلقت عليه التسونامي المشع، هل برأيك تستطيع كوريا الشمالية أن تقدم على عمل عسكري، وخاصة وأن كثير من الخبراء يرون أن بيونغ يانغ أيضا لن تكون قادرة على اتخاذ أي قرار في هذا الصدد، قد يكون قرارا متسرعا لخوض حرب مع الجارة؟ إن قرار كوريا الشمالية باستخدام هذه الأسلحة وتجربتها يعتبر ردا على التدريبات المشتركة من قبل اليابان والولايات المتحدة، وأيضا من أجل أن تقوم بعرض أمام الولايات المتحدة. كما ذكرت مسبقا فإن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية هم يعدوا ائتلاف وبينهم تعاون عسكري من أجل أن يردوا على هذه الاستفزازات من كوريا الشمالية. ولقد رأينا هذه السفن، من بينها هذه السفن الحربية التي وهي تعد من أكبر التدريبات العسكرية في تاريخ كوريا الجنوبية، ولم تكن قادرة كوريا الجنوبية على أن تقوم بمثل هذه العمليات مع روسيا. وقد قامت كوريا الشمالية بتجربة هذه الصواريخ الذي يسمى هيل، الذي قد قامت بتطويره، وهذا يأتي عقب قاموا بإعلان عن هيل 1 في مارس السابق، وهذا يعد الثاني. وقامت كوريا الشمالية بالإعلان عن هيل 3 وهيل 4 في يناير من هذا العام، وبعد بعض الأشهر قامت بتجربة هيل 25/3. فإن كوريا الشمالية تقوم بتجربة هذه الأسلحة، ومن وجهة نظري أن ربما كوريا الشمالية تقوم بالرد على هذه التدريبات المشتركة فقط. نعم، إذن كل ما ذكرته سيد كيم، يعني هل هناك شعور أو ربما يقين أن كوريا الشمالية تحاول وتسعى لإنهاء مساعي الوحدة، ولماذا في هذا التوقيت تحديدا يعني يصعد على السطح حديث حول استرجاع كوريا الجنوبية مرة أخرى؟ Well,
نعود مرة أخرى إلى تاريخ طويل شبه جزيرة كوريا الشمالية، فإنه كانت كوريا الجنوبية هي مستعمرة قد تمت احتلالها من الولايات المتحدة، ولطالما كان هناك بعض الادعاءات ففي 1905 كانت هناك حرب للتحرير من أجل تحرير الشعب الكوري من الولايات المتحدة، وأيضا هذا قد تغير عقب 70 عاما. في العام السابق في الجمعية العامة للأمم المتحدة قام سفير كوريا كيم يونغ بوصف كوريا الجنوبية كمستعمرة تعمل لصالح الولايات المتحدة، ونية كوريا الشمالية باستحواذ على كوريا الجنوبية بالقوة لقد تم عرضها من قبل، ولكن تلك الأمور الخاصة بإعادة التوحيد يمكن أن ترى على أنها طرق من طرق التمويه، فإن هذه التقنيات من قبل كوريا الشمالية من أجل إعادة التوحيد ربما هي فقط بعض الإصرار، فإن دستور كوريا الشمالية يتضمن أيضا استيلاء على كوريا الجنوبية من أجل دفع الولايات المتحدة لأخذ خطوة أخرى. يعني دفع الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات أخرى، لكن الجانبين سيد كيم الآن هناك تخلي عن اتفاقات رئيسية أبرمت ما بين الجانبين وكانت تهدف بطبيعة الحال للحد من التوتر، إلى أي مدى يمثل هذا التخلي تهديدا للأمن النووي في منطقة شبه الجزيرة الكورية؟ بالنظر أن كوريا في التاسع من سبتمبر فإن الأمن النووي في شبه الجزيرة هو في وضع ليس بسهل، فإن الجزيرة بأكملها معرضة إلى الهجوم من قبل كوريا الشمالية، وإن هذا التركيز على الصواريخ الباليستية وأيضا على الأسلحة النووية التي يمكنها أن تؤثر وتصل إلى الولايات المتحدة، فقد قامت كوريا الشمالية باستخدام التكنولوجيا الخاصة بالصواريخ البالستية لتكون قادرة على مهاجمة الولايات المتحدة، وهذا يمكن أن يكون السبب لماذا وزير الدفاع في كوريا الجنوبية قام بتعليق اتفاقية الاتفاق العسكري المشترك مع كوريا الشمالية، وأيضا يوجد بعض الخبراء العسكريين في كوريا الجنوبية الذين يتحدثون عن مدى أهمية هذه التدريبات، وأيضا مما يسمح لكوريا الشمالية من أن تركز أكثر على تطوير الصواريخ الباليستية وأن تنتقد تلك التدريبات المشتركة. نعم، بشكرك شكر جزيل من سول سيدة تاي راي كيم الباحث في الدراسات الكورية الشمالية، شكرا جزيلا لوجودك معنا في العالم شرقا.